متفاجئة فيك كتير. عم شوف مهند تاني قبل ما أفهم مهند الأول. حاسة إلك أكتر من وش، ولهلأ ما بعرف أنا وشك الحقيقي. بس صار لازم تتذكر انت رايح هلا لعم بشرى. ماني حابب روح بلا هاليوم. اليوم كتير خاص بالنسبة لي، ماني حابب انزعه، مو حابب اكذب عليها، ما بدي اخدع حدا. بقى حابب اليوم على قليلة تكوني إلي. مشان ما اكل شي كف. لا تردي. ايه ماما. وينك انتي؟ مت من الخوف عليكي. على الطريق عم سوق السيارة. مهند معك هلا؟ ايه شوفي. انا يلي عم اسألك، وينك انتي؟ شو عم يصير؟ عم حاول خفف عنه شوي، حرام قلبه مكسور. ارجعي على البيت فورا، انعام خانو هون كمان. بعرف عدنان خبرني انه هون. عجلي سمر، في حكي بدي اقول لك اياه. بعرف شو بدك تقولي. مستحيل تتوقعي شو بدي اقول لك. مهم كثير، تعي بسرعه. لازم تتصالح مع بشرى فورا. اللي عشناه من شوي كان حقيقة. ما بيصير هيك، لازم تتصالحوا. من شوي اعترفتي لي بشغلة. أبداً.
ما فيك تنكري. انت ما بتعرف شو يلي عم نعمله، هذا بشع كتير. لا بعرف، بس ما فيني امنع حالي، ما فيني امنع حالي عنك. وانا جنبك ما بحس بحالي، بصير ضعيف وكتير صغير، بينشل عقلي. بعمري ما عشت هيك شيء، حتى انا متفاجئ، ماني مصدق اللي عم يصير. يعني عم بعيش مشاعر ما عم بقدر اوصفها. بعرف انه رح نتعذب، وبعرف انه مستحيل هالشي بالرغم من محبتي الك. من شان الله انسى وخلينا ننسى، ما صار اي شي، خلصنا بقى. من شوي كنت بالنار، كنت جوات اللعب، هذا حريق، عم بحترق بس ماني عم بحس بألم.